يوما فيوم يتكشف مدى ارتباط الارهابيين ورعاتهم الاقليميين بالمشروع الاسرائيلي المعلن. يطلب شيمون بيريز تشكيل حكومة في الخارج، فتسارع دول الخليج لتبني الفكرة، ثم يطلب تدخلا اكبر، فتشرع جامعة النعاج تدفق السلاح الى سوريا وعلى الخطى التلمودية. هناك دوما فتوى تشرع العمالة، ويساري سابق يزين الفعل المجرم. هذا شيمون بيريز، الثعلب الإسرائيلي الذي تختصر المناصب التي تولاها أحقاده على العرب والمسلمين، رئيسا لأركان جيش الاحتلال، ثم رئيسا للوزراء، فرئيسا للكيان الصهيوني، وها هو يعرض رؤيته للحل في سوريا أمام الأوروبيين. The Arab League can and should form a provisional government in Syria. وها هم إخوته الأعزاء في جامعة الدول العربية يستجيبون لمطلبه. سوريا ثم سوريا، هاكم الميدان، افعلوا شيئا ونحن معكم، افعلوا شيئا ونحن معكم. أما هؤلاء فأيتامه الضائعين الذين بحث عنهم 68 عاما، هي عمر كيانه، قبل أن يجدهم في كنف أصدقائه الأوفياء حمد بن خليفة ومرسل عياط وعجائز آل سعود، جاهزين لتحقيق الرغبة الإسرائيلية. قررت الهيئة العامة للائتلاف تشكيل حكومة مؤقتة تمارس أعمالها ضمن الأراضي السورية. فشلت الخطة وبدد السوريون أوهام الحالمين، فعاد الثعلب الإسرائيلي يخاتل من جديد طالبا من الجامعة العربية تدخلا عسكريا واضحا. أظن أن الجامعة العربية يجب أن تطلع بدور ريادي في وضع حد لإراقة الدماء. وانصاعت جامعة حمد بن جاسم لما أمرت به، مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم الشعب السوري والجيش الحر. غير أن الثعلب الإسرائيلي الذي كان يتلطى خلف الدمى الخليجية فيصوغ القرارات من خلالهم، بات في حل من هذا التستر المفضوح بعد أن أعلن الإرهابيون في سوريا صراحة ولاءهم له. يصرح بيريز مطمئنا الصهاينة أن الأسلحة المرسلة إلى سوريا لن توجه ضد إسرائيل، فيأتي التأكيد والعرفان بالجميل الإسرائيلي متضمنا إعلانا صريحا بالقتال إلى جانب إسرائيل في أي مواجهة تخوضها مع سوريا. هل أنتم ستجازفون ربما بالدخول في مواجهة مع الجانب الإسرائيلي؟ سيدي، إن دخلت القوات الإسرائيلية إلى سوريا فنحن سوف نقف بعيدا عن أي اشتباكات مع القوات الإسرائيلية. نحن سوف نقف جانبا ولم نتدخل بأي شيء. وينبري محلل الناتو العسكري لشكر إسرائيل والإشادة بعبقرية العملاء. أعتقد أننا أمام أحد القادة الذين يتمتعون بفكر استراتيجي كبير ولا تأخذهم ربما حمية أو حماسات، ويتحدث عن منطقة عازلة ويقدم نفسه للإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ولباريس ولندن ويقول لهم ها نحن الذين تقاعصتم في إمدادنا نقدم أنفسنا كرجال دولة. وبانتظار شكر آخر يبقى شيمون بيريز متلهفا لحضور خطبة جمعة يلقيها شيخ بات قريبا جدا جدا إلى قلوب الإسرائيليين. أمريكا أخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد، سمحت ببعض الأسلحة غير القتالية تعطيها للسوريين 60 مليون دولار أو نحو شيء من هذا، هذا شيء قليل جدا وملاء. لماذا إسرائيل؟ أمريكا تخاف على إسرائيل إن الناس تنتصر في سوريا بعدين يذهبوا إلى إسرائيل. منين جبتم هذا الكلام؟ نحن نريد من أمريكا أن تقي وقفة الرذولة، وقفة لله، تقي وقفة الرذولة، وقفة لله. الإعلامي الأمريكي غلين بيك يهزأ من